احنا وصلنا الفقرة دلوقتي اسمها حق الجمهور. زي ما اديناك الحق انك ترد على كل الاسئله اللي احنا طرحناها معاك، الجمهور ادالك حقك، الجمهور عاوز يسالك على بعض الاشياء وانت هترد عليه. جاهز؟ جاهز يا كابتن، اتفضل. اتفضل يا برجاوي. انا كنت عايز اسالك سؤال، هل انت حضرتك كنت متخيل وانت لعيب ناشئ ان انت تلعب في وسط العمالقه دول؟ صعب يا كابتن، فعلا ما كنتش اتخيل. صعب جدا. انما لعبت سبحان الله، يعني الاراده والقوه والعزيمه بالظبط هي اللي دي توصل اي حد هو عاوز يعملها. وتوفيق ربنا. الالتزام والالتزام بالظبط، المؤسسه نفسها كابتن ساعدتك على كده اكيد بصراحه. يعني اللي بعده، كنت احب اعرف ايه الاسم او اللقب اللي اطلقوه عليك وانت بتلعب وبتعتز بيه وكنت تحب تحتفظ بيه؟ يعني هو ألقاب يا كابتن مصطفى بصراحة، قول اللي عليها. يعني السد العالي، برج الجزيرة، الفتوة، فرعون، صائد الرؤوس، فرعون. يعني كاسات ألغام. أحسن لقب أنت بتعتز بيه قوي يعني برج الجزيرة. يعني برج الجزيرة. طبعا. اللي بعده، ممكن أعرف أفضل مدافع حاليا في مصر؟ افضل مدافع في مصر بالنسبه للنادي الاهلي، انا شايف يعني بنون واخد نفس الاستايل. حجازي واخد نفس الاستايل بالنسبه طبعا لمنتخب مصر. نعم. يعني خارج النادي الاهلي انا شايف ان حجازي برضك من اللي خارج النادي الاهلي. حد في اي انديه تانية اخرى؟ انا شايف الونش في الزمالك طالع برضك بطلعه كويسه قوي. ماشي. اللي بعده، ليه شلتك القديمة ما بتتغيرش؟ هي كنت منطوي عليها ليه كلها؟ ما بتتغيرش فيها حاجة زي كابتن مختار مختار وكابتن رمضان السيد وكابتن حمدي جمعة؟ الشلة بتاعتك اللي مش عاوز تغير حد فيهم ولا ايه؟ عشة العمر بقى كابتن مصطفى. ربنا يديمها عليكم يا رب. مفيش حد جديد دخل معاك؟ لا، يعني صعب في مجال الكوره، صعب انك تلاقي حد زي دول خارج الكوره، يعني بيبقى ممكن فرد او فردين. يعني اللي بعده، انا بنقول للكابتن مرهم ما بنشوفكش في الجهاز الفني ليه في الفترات اللي احنا فيها دي؟ محطات يا كابتن مصطفى. انا يمكن كنت سبقت زمايلي كلهم في المحطات اللي انا ذكرتها لك. نعم. ومن الفريق الاول مراحل سنيه مدرب ثم الفريق الاول، لكن محطات النادي الاهلي لما بيطلب ابن من ابنائه احنا ما نقدرش نتاخر يا كابتن. هل النادي الاهلي لو طلب منك اي حاجه دلوقتي انت جاهز على طول يا كابتن؟ جاهز. طيب الحمد لله رب.